بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم 8/6/2024 الموافق لفاتح ذو الحجة ب1445. اللهم أهله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان والرخاء والاستقرار يا رب العالمين. اليوم احنا بصدد دراسة مشروع مائي ضخم من وادي المخازن إلى وادي الدهب، ومن وادي زيز إلى وادي زا، ومن الحسيمة إلى العرائش القاسم المشترك. الآن نحن في الجزء رقم 70 أو للدرس رقم 70 أو للفيديو رقم 70 من الدراسة المباركة مشروع مائي، دراسة مشروع مائي ضخم من وادي المخازن إلى وادي الذهب، ومن وادي زيز إلى وادي زا، ومن الحسيمة إلى العرائش القاسم المشترك. هذا الدرس أحبائي رقم 70 غنديرو خصيصا لمراجعة الجزء الأول من الدرس الأول، مراجعة أو لإعادة أو لإعادة بشكل موضح أكثر للجزء الأول من الدرس الأول. كما قلت لكم أشنو قلنا في الدرس الأول، كيف نوفر 400 مليون لتر من الماء العذب صالح للشرب وللزراعة عبر مياه البحر بدون تحليته. ووضحت لكم ذلك بشكل مفصل في الدرس الأول، وسأوضح لكم ذلك الآن. 400 مليون لتر كنقولها كنكرر 400 مليون لتر من الماء العذب توفير عبر مياه البحر دون تحلية. علاش قلت لي دون تحلية؟ احنا هناك الماء يتم تحليته ومعالجته ونستعمله كذلك للشرب وللزراعة وهذا إلى آخره، ولكن احنا كيف نوفر 400 مليون لتر من الماء العذب عبر مياه البحر بدون تحلية؟ علاش بدون تحلية؟ شوفوا احبابي، هذاك مركب، هذا مركب لتوليد الطاقة الكهربائية، راه كيبان تما مركب لتوليد الطاقة الكهربائية. هاد المركب لتوليد الطاقة الكهربائية إلا بغينا نحلو الماء، هذاك المركب يكفي لعدة لإضاءات والكهرباء لعدة مدن وعدة صناعات، لكن إلا مشينا تخصصنا لتحلية ماء البحر لا يلا غادي يحل لنا واحد العدد ديال المحطات، والكهرباء احنا في حاجة إليها. وثم ان هذا الماء، انا نقول لكم كيفاش، رجعوا الدرس الاول ولكن نوضح لكم هنا. هنا هذا المغرب كيماويات، هذا صناعه الكيماويات التابعه للمكتب الشريف للفوسفات بمدينه اسفي، مغرب فوسفور ا هو او د، وهنايا هنا صناعه الكيماويات الخاصه بالمكتب التابعه للمكتب الشريف للفوسفات، هنا هو هذا. وهذا البحر، ها هو البحر المحيط الاطلسي كما كتشوفوا، ها هو المحيط الاطلسي. غادي ننزل مجال وندير لكم الصوره اكثر واضحه. الان غنوضح لكم كيفاش غنوفر 400 مليون لتر من الماء العذب الصالح للزراعه وللشرب بدون تحليته، يعني ملا خسر عليه التحليه. كيف ذلك؟ قلنا ان ساكنه المغرب لحد الان الاحصاءات في حوالي 40 مليون، اما تزيد شويه ولا تنقص شويه، حنا نقولوا 40 مليون، مشي على 40 مليون. كما وضحت لكم في الدرس الاول، إلا قسمنا الساكنة المغرب، إلا قسمنا الساكنة اللي هي ساكنة على بالقرب من السواحل أو على السواحل، بالساكنة اللي داخل الأراضي المملكة، نشوفوا غير المدن الساحلية. وضحت لكم في الدرس الأول، راجعوه، على الأقل بدينا من السعيدية إلى مدينة القويرة عبر السواحل المغربية اللي هي الطول ديالها ما يقارب 3000 كيلومتر. غنلقاو على الاقل نقسموا المغرب، نقولوا نصف الساكنه ديال المغرب ساكنه على 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 السواحل. وقلنا ان الانسان بطبعه
ملي كي ملي كيشرب الماء يقدر يشرب يطر جوج ثلاثه في النهار الا كثر كاع. ولكن الا دخل المرحاض كيضيع ما بين 20 حتى 30 يطر يوميا باش يقضي اغراضه. وراكم عارفين ماذا نقصد في المراحيض. انا ما كنهضرش على الدوش، ما كنهضرش على غسل الاواني، ما كنهضرش على غسل الثياب، كنهضر على المرحاض. المرحاض الماء اللي كيتخوى في المرحاض من بعد ما يقضي الانسان غاجته كيخوي الماء باش يطهر ما تخلى. نعم فهمت المقصود. قلنا الى هاد 20 مليون ديال الساكنه كتستهلك كل واحد منهم 20 يطر ديال الماء كيخوي في المراحيض بلا دوش بلا والو. الى ضربنا 20 مليون ديال الساكنه في 20 لتر كتعطينا 20 مليون ديال الساكنه اللي ضربناها في 20 كتعطينا 400 مليون لتر من الماء كتمشي في ليزيغو. الى عوضناها بالماء البحر بدون تحليه غنكونوا وفرنا 400 مليون لتر من الماء العذب يوميا. إلا ضربنا هاد 400 مليون لتر إلا قسمناها على المتر مكعب، هاد 400 مليون لتر إلا رديناها أمتار مكعبة غتعطينا 400 ألف متر مكعب من الماء. إلا ضربناها في شهر غتعطينا 12 مليون متر مكعب من الماء. إلا ضربناها في السنة غتعطينا 144 مليون متر مكعب من الماء. هذه راه 4 سدود ولا 5 ما تعطيناش هذا الماء. 4 سدود ولا 5 من السدود الحجم الكبير ما يمكنش تعطينا 144 مليون لتر مكعب من الماء سنويا، ما يمكنش. إذن يا احبابي يا اخواني يا اصدقاء يا مسؤولين يا من البديل حلوا العكف هذه الارض، ردوا البال ردوا البال. حتى لا نقع فيما يقع فيه الجزائر الان، ويجب ان لا نشمت فيما وقع فيه الجزائريين من عطش، فإن ما وقع في الجزائر ليس منا ببعيد أبدا. ممكن أن نصبح ما بين لحظة وضحى كذلك شادين تحنا البازز ومسربين وكذا إلى آخره، إلى ما انتبهناش ولا ما رديناش لهذه النقطة، إلى ما رديناش هذه اللي قلنا لهذا الماء اللي كيتمشي في المراحيض، الماء اللي كيتمشي المراحيض. يا إخواني رغم ما كانش من مياه السدود، رغم ما مياه الآبار، رغم أن ما نجمعوا من مياه العيون من الينابيع والمنابيع، رغم ما كنجمعوا من تحليات ماء البحر، فراه مجرد 10% اللي كيستهلكوه كمادة للشرب نشربوا، و 90% كتمشي في المراحيض نغسلوا بها المخلفات ديالنا عبر المراحيض، كتمشي عبر لازيكو كتضيع. يا اخواني فهموا هذه المساله، فهموها، راه ما وقع في الجزائر الان ليس منا ببعيد. وراجعوا الدرس رقم 24، انا في الدرس رقم 24 اللي صدرته يوم تنعيط لك قطع انا مشغول، انا في اللايف قطعي. يا اخواني يعني كما وضحت لكم في اسمح لي باش نتسد هذا ما يبقى يرسني وانا معكم في الخط. ايوا نديروا ليه هكذا وتهنينا. اسمعوا يا اخواني، في الدرس رقم 24 اللي صدرته اللي كان يوم 28/5/2023، وكان ذلك نتيجة أسبوع ممطر في المغرب والجزائر، وخاصة الجزائر تعرضت لفيضان. وقلت في ذلك الدرس يوم 28/3/2023 يوم 28/5/2023 رجعوه باش تفهموا اش قلت، اني وضحت فيه امور. وقلت ما سقط من الأمطار في الجزائر لو كان هناك إمكانية لجمع هذا الماء اللي طاح، لنا وقعت فيضان في الجزائر في ذلك الأسبوع من 21 حتى 28/5/2023، ما سقط من الأمطار في ذلك الوقت في الجزائر يكفي للشرب الجزائريين من الماء لمدة 10 سنين. وقلتها وطاحت في المغرب طاح كذلك، ولكن الجزائر كانت فيضانات مهولة في ذلك الأسبوع. يعني قلت لو قدر الله هناك إمكانية لجمع هذا الماء
في الجزائر لا امكان الجزائريين من شرب هذا الماء للشرب لمده 10 سنين. يا اخواني لا يجب ان نشمت ما وقع في الجزائر، فما وقع في الجزائر من عطش الان من عطش ومن كذا ليس منا ببعيد ابدا. الا بقينا هذا الاستهتار، الا بقينا زينين على هذا الاستهتار، نضيعوا 90% من المياه الشرب كنضيعوها في المرائد باش نغسلوا بها المخلفات ديالنا. انا لا اقول الدوش ولا اقول الاواني ولا اقول الثياب، انا اقول المراحيض. نستثنيوا المراحيض على المدن الساحليه، وممكن هذه الحاله نقصوها حتى بالمدن الداخليه. نستثنيوا الماء اللي كاين في المراحيض، نعوضوه بماء البحر مباشره بدون تحليه. وانا قلت لكم شوفوا داك المركب يكفي لإضاءة وكهرباء اللي كاين دابا كيصدر المدن، واحد العدد ديال المدن كتسنى من ذلك المركب للكهرباء. ولكن إلا مشينا وصفتنا وبدينا نخدموا به تحلية الماء لا يكفي إلا لبعض المحطات معدودة. إذن حنا كان راه يا إخواني لو كان تعرفوا أنا راه المغرب باش كتطلع عليه المياه التكلفة ديال تحلية الماء البحر راه يستورد الماء من كندا يستوردوا ويشريوا عبر وسائل النقل، وممكن يطلع عليه ارخص من يقوم بتحليته من مياه البحر. راعيوا هذه النقطه هذه بالضبط. حنا لا حنا الماء على الاقل مش للشرب، راه حتى لا نسقط فيما سقطت في الجزائر، وهي هذه الامور ليس منا ببعيد. علينا ان نوفر، شوفوا قلت لكم ان نوفر 144 مليون متر مكعب من الماء العذب صالح للشرب وللزراعة بواسطة ماء البحر بدون تحلية. كيف ذلك؟ نجعل يعني محطات للتوزيع الماء على الدور، وتكون ونحتموا على الناس باش يدخلوا هذا الماء البحر للديور ديالهم، وتكون تكلفة مبسطة وسهلة لأننا غنستافدوا جميع، ونمنعوا باش ما يكونش الروبيني او لا البزبوز ديال الماء العذب يكون في المرحاض. ما خصش البزبوز ديال الماء العذب يكون في المرحاض، ما خص الماء العذب يكون في المرحاض، يكون ماء البحر مالح ماشي بالضبط كما جدنا من البحر بدون تحليه، لانه في الاخر غادي يرجع الى البحر. وهذه نقطه اخرى لا بد ان نستشر مع التقنيين باش اننا الماء ما يبقاش يمشي الماء اللي زيكو ما يبقاش يمشي للبحر اللي لوتو، يكون مثلا واحد الخزانات ويبقى يتبخر ذاك الماء، خاصه انه غادي يكون فيه الملح وممكن يتستعمل عده استعمالات. هذه امور اخرى يجب ان يناقشها التقنيين. انا اناقش مساله، انا اناقش والح على مساله مشروع ماء ضخم من وادي المخازن الى وادي الذهب، ومن وازز الى وادزا، ومن الحسيمة الى العرائش قاسم المسترك. كيف نوفر الان؟ دابا قلت لكم بالدرس الاول كيف نوفر 400 مليون لتر من الماء العذب يوميا صالحا للشرب وللزراعه عبر مياه البحر بدون تحليه. والان اقول لكم كيف نوفر 144 مليون متر مكعب من الماء سنويا من الماء العذب صالح للزراعة وللشرب عبر مياه البحر بدون تحلية ذلك مياه البحر، بدون معالجة مياه البحر. 144 مليون متر مكعب من الماء توفير سنويا، راها خمسة سدود، هذه خمسة سدود من الحجم الكبير ما تجمعش لينا هذا الماء سنويا. ولهذا يا أحبابي، ها أماني يا مسؤولين، يا من بديل الحل العقد، يا من فكروا في هذه النقطة. أنا أدق ناقص خطر حتى لا نقع فيما قعد في الجزائر الآن، وهو أمور ليست منا ببعيد. ويجب أن لا نشمت بما وقعت في الجزائر، ويجب أن لا نشمت في الكوارث التي تقع ليس لنا ولهم حل في حل لها. يا إخواني تصوروا أننا لو قدرنا مثلا هذه الأزمة عندنا احنا في المغرب، أزمة العطش عندنا في المغرب، وهي راه فعلا راه ماشي ليس لينا بمعيد، ماذا نعمل؟ حتى ولو درنا مظاهرات ومسيرات واحتجاجات وقطع للطرقات، ما اش غتعمل لك الدوله باش توجد لك ماء الشرب؟ من كيف دير الدوله حتى توجد لك ماء الشرب وهو ماده لا يصنعها الا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى، لا تكون الا هي ماده مخلوقه لا تصلح الا اما عبر الامطار أو عبر الآبار أو عبر المنابيع أو عبر تحلية ماء البحر. هذا هو المسائل اللي غادي توجد لك الدولة. لا، كيف ذلك؟ ماذا ستفعل؟ باقي كنعقل كنا في المسيرة الخضراء وكان وعرفت القيمة ديال الماء من المسيرة الخضراء. الماء أصبح يظهر لك أغلى من الذهب. اشتي لو قدروا يحطوا لك
الذهب، قنطار من الذهب، ويحطوا لك يطر من الماء. لا فضلت يطر من الماء على قنطار من الذهب ملي كنا في المسيرة، وجمعنا ومشينا على القيد الممتاز نحكيوا ليه أننا في الماء ما عندناش، ووصلنا 11 في المسيرة الخضراء، في المسيرة باش عرفوا أن المسيرة الخضراء راه الناس راه مكافحوا فيها باش وصلوا باش تحرروا الصحراء. فهم هذه النقطة مزيان يا أخي ملي جاب هذه المناسبة ونحكي لكم. مشينا على القيد الممتاز اللي مسؤول على المجموعة ديالنا حنا، نحكيوا ليه الماء قليل عندنا، بين لنا عطانا البوديزه ديالو اللي هي فيها 5 يطرو. اش فيها؟ فيها تقريبا واحد جوج سنتيم ولا 3 ديال الماء اللي فيها. قال لهم ها اللي عندي انا، راه بحالي بحالكم، راه الماء باش يوصل لينا هنايا من اكادير عبر الطائرات وعبر الشاهرات، راه تيوصل بتكليفه و350 الف ديال الناس، راه ماشي ساهل باش يوصل الماء. المهم حاولوا تقتصدوا بالماء، حاولوا تدبنوا باش مكان. من ثم عرفت ما هي قيمه الماء، ما هي قيمه الماء بالنسبه للحياه. الماء هو الحياة، الماء هو الحياة، الماء هو الحياة، الماء هو الحياة. ربي سبحانه قال جعلنا من ماء كل شيء حي، أو كما قال سبحانه وتعالى. لهذا يا إخواني أهيبوا بمن كله فكرة ومن كله مسؤولية ومن كله رأي واصل أن يفكروا في هذه النقطة. الماء البحر نوصله الديار، نوصله الديار عبر شبكة خاصة، ومن كره يكونوا دوك القواس ديالها معلقه حتى الا كانت شي فويد يتعالج بمين باش يوصل كل الدور كلها على المدن الساحليه وتشمل هذه حتى المدن القريبه من الساحل. مثلا الدار البيضاء قريب لها سطات وخريب كاع، نوصلهم ليها كذلك مع البحر. كذلك مثلا اسفي قريب عليه عده مدن، مثلا مراكش عده مدن اللي ما بين اسفي ومراكش، نوصلوا لهم كذلك مع البحر لتنظيف المراحيض بماء البحر بدون تكلفات تحلية وبدون تكلفات الضياع ديال الطاقة. وهذا غنكون وفرنا 144 مليون متر مكعب من الماء العذب صالح للشرب وللزراعة بواسطة ماء البحر بدون تحلية. هذا ما أردت أن أقول لكم في هذا الدرس رقم 70 من الدراسة المباركة، دراسة مشروع ماء ضخم من وادي المخازن إلى وادي الذهب، ومن وزيز إلى وزة، ومن الحسيمة إلى العرائش. دعوني أخرج باش ننقل لكم صورة على المنظر هنا كيف داير. هذاك هناك مرسى ميناء جديد دار في أسفي، وهناك معمل لتوليد الطاقة الكهربائية الحرارية، وهنا مشاريع أخرى كتقام. هذا هنا مركب كيماويات المغرب، كيماويات المغرب هو التابع للمكتب الشريف للفوسفات، هو هذا هنايا. وهذا هنا المحيط الأطلسي الذي حبانا به الله، اللي هو تقريبا عندنا شواطئ اللي تقريبا من الطنجة إلى الجويرة حوالي 2700 كيلومتر، اللي هي عبر هذا الساحل الفاسح الذي حبانا به الله سبحانه وتعالى. ثم هناك من الساحل من طنجة إلى السعيدية تقريبا حوالي 300 كيلومتر، إذن عندنا حوالي 3000 كيلومتر من السواحل البحرية نستفد منها، ناخذوا الماء للمراحيض بدون تحلية، ونخليو اللي غادي نديروا التحليه ديالو يمشي على الماء الشرب. هذا ما اردت ان اقوله لكم في هذا الدرس رقم 70 من الدراسه المباركه، مشروع ماء ضخم من وادي المخازن الى وادي الذهب، ومن وادي زيز الى وادزا، ومن الحسيمه الى العرائش، القاسم المشترك الى درس اخر والى موضوع اخر والى منظر اخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.